ومعنا عبر الهاتف من واشنطن المحلل السياسي الدكتور عاطف عبد الجواد. مرحبا دكتور. اهلا استاذ توصل. يا اهلا دكتور. يعني الرئيس الامريكي طالب السلطات التركيه بتسليم الولايات المتحده ما بحوزتها من تسجيلات، ما الذي يعنيه هذا؟ هل يعني ان وزير خارجيته لم تقدم له ادله كافيه اثناء وجوده في انقره؟ الولايات المتحده لديها علم ومعلومات وحقائق كافيه عما حدث، ووزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو كان في انقره واطلع على الادله المتاحه لدى السلطات التركيه، ولكن الولايات المتحده قررت أن تلتزم الصمت وعدم الكشف عما تعلمه بناء على طلب من الأتراك ومن السعوديين أيضا. وقالت الولايات المتحدة أنها سوف تمنح الأتراك والسعوديين مهلة حفنة أيام فقط لاستكمال التحريات التي تجريها السلطات في الطرفين. طيب يعني الرئيس الأمريكي قال أيضا بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حليفها، في إشارة طبعا إلى السعودية، ما الذي يعنيه هذا؟ هل يعني بأن يعني ترامب لن يتخلى عن السعودية مهما كانت نتائج التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي؟ يعني حتى لو ثبت تورط السعودية فإن السعودية لن تنال عقابا؟ لا، لست أعتقد أن هذا هو الحال، لكن الرسالة من وراء كلام الرئيس ترامب موجهة في الواقع إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي. الكونغرس الأمريكي يتخذ موقفا متشددا للغاية. هناك ائتلاف داخل الكونغرس الأمريكي من الحزبين ومن المستقلين. الائتلاف الوحيد الشامل الجامع في الكونغرس الأمريكي كان تقليديا ضد روسيا وضد الرئيس بوتين. اليوم أصبح هناك ائتلاف آخر يمثل الائتلاف ضد روسيا. هذا الائتلاف الجديد هو ضد المملكة العربية السعودية. ولذلك الرئيس ترامب هنا يحاول أن يذكر أعضاء الكونغرس بأن السعودية حليف استراتيجي واقتصادي، ويجب ألا يتمادى الكونغرس الأمريكي في عقوباته المتوقعة ضد السعودية، وأن يحافظ على الأقل على جسور تضمن مبيعات الأسلحة، لأنه يقول أن صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية هذه تخلق وتوفر فرص عمل للأمريكيين. يعني دكتور واضح أن الأمر ليس مقتصرا فقط على الكونغرس، يعني وسائل الإعلام الأمريكية تطلع يعني علينا بين الحين والآخر تنشر تسريبات تدين السعودية. هل نستطيع أن نقول بأن هناك تناقضا بين ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية وبين ما يصدر عن البيت الأبيض في هذه القضية؟ الطرف الوحيد الذي يختلف في هذا الصدد هو البيت الأبيض، هو الرئيس ترامب. ودعيني أذكر لك أنني مررت قبل قليل أمام من الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن. المدخلان المؤديان إلى السفارة مغلقان بسيارتين مدرعتين. هذا لم يحدث في التاريخ، ولم يحدث مع أي سفارة، ولم يحدث تحت أي ظروف أخرى. يعني هل هذه السفارة مغلقة الآن لا يدخلها أحد؟ لا، هذه السفارة محصنة بالمدرعات منعا لحدوث أي هجمات أو تفجير متفجرات، لكنها بطبيعة الحال أولا السفير ليس موجودا، السفير ذهب عاد إلى الرياض وليس متوقعا أن يعود، ولكن السفارة محصنة ومدرعة تحسبا لأي أعمال عدائية. نعم الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. انتهى الموجز، ألقاكم على رأس الساعة.